هاي سعيد لك وعطيهم الله عليهم وعرجلك وعرجلك الاهداف عليك وتنهار الاهداف عليك وتنهار واحد حط واحد شار لك واحد حط واحد شار لما سعيد يهز المرمى لما سعيد يهز المرمى بيفرح قلبه للجولان وبيفرح قلبه للجولان اللعبه سيطه للمري واللعبه سيطه للمري فيها طخ وفيها طيب وفيها طخ وفيها طيب ولما بتضيع الطابة ولما بتضيع الطابة ببدلها بالبطيخ ببدلها بالبطيخ ببدلها بالبطيخ رب يعوض عليك لك ليش اجيت هلا يا سعيد؟ شو ليش اجيت؟ جاي اعزمكم تعزمنا ليش نحن بدنا عزيمة؟ انا بعرف انت لازم تضل بالبيت هلا فريد صار معك شيء على الطريق ما بتروح عليك المباراه دخا ما بتروح عليك بلا بتروح عليك مباراه شو اعمل يعني شو تعمل لازم تضل بالغرفه لقبل المباراه بنص ساعه مو هيك ابجد ايه لك انا والله عم يحكي جواهر رفرفه قوم خذوا وصله على الغرفه يلا والله. امشي لك طول بالك ابو ليلى ما تنسى تعزم اختي ام ليلى على المباراه ها جواربي شو هالحكي معقوله ما يعزمها وانت عماد لا تنسى تعزم زمرو ايوه زمرو طيب الله يسمعنا الاخبار الطيبه يا شباب لا حدا يحكي بالعرض ها خلص بنحكي بطول لك زمرو زمرو بدك تدخن روح انا تدخن ايوه ايوه مزعوج مني شيء ما راح مزعوج في عوض قتلي قوم شو رايك قدام الفاصوليات مش عارف شو يقلب بلا ما نلعب مع البرازيل شجع 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 يا سعيد حلوة يا بابا لو تسرع بجانتي مشان الله مالي مسرع مالي مسرع بعرف مانك مسرع بحكي انا تحسبا لقدام استحياطا يعني منشان ابو سعود لازم نخاف عليه كمان معنا ابو جانتي ما بدنا نعزم جابر وابو الملوك ايوه أنا كنت ناوي أطلع على الجامع هلا وزيع من على المادني أعزم لك سوريا كلها ياتا شو رأيك؟ لا يا شباب شبكم ما بدنا هالتنقلات هي ما منيحة يعني نحن لازم دغري أنا خلص تركي الموضوع لي لا تعزم حدا ليه؟ أخي شلون ليش؟ نحن خايفين عليك يا سعيد ما بيصير شبكم؟ لا سيدي أنا بحبز التنقلات وبدي روح أعزم أبو الملوك وجابر واللي ما عجبه يور من خلقتي وانا بحبز التنقلات معلش اعزمه لجابر وين المشكله اعزمه ايوه بس يعني انا على عينك على راسي يا ابجانتي انت بتعرف معزتك عندي انا بس كل حكي مشان ابو سعود الله وكيله بعده بعده ايوه شو صاحبك ايه يعني عم يدير باله على سعيد فيك تقول باديجار يعني باديجار ايش عليه بيلبق له لك الله يديمك يا ابو الملوك ان شاء الله رح تقدر تجي على المباراه والله انا والتابعه من اصحاب بس انا جاهز لكل شيء يعني ايه والله جيتك بالدنيا يا ابو الملوك يعني بتنور اذا جيت تسلم يا ابو جانتي الله يقدرنا معلمي بقدر روح معهم والله اذا بيقبلوك ما عندي مانع ايه ولو عمي ابو الملوك جنط على العين والراس بس لو كان كروم تأمرني شيء معلمي بأمان الله يلا بخاطرك مع السلامة خاطرك جان الله معك معلمي أبجانتي الله معك سلامة شان شريف سعيد مع السلامة يروح على شغلك يا ابني يروح على بس لو كانوا يعرفوا الشباب شو اللي بيلبق لهم لك ايدي ايدك ولا حيو جابر أهلين بالملك صحتين صحتين على قلبك أهلين السلام عليكم شلونك معلم جابر تمام شو لعبة لا اليوم ان شاء الله اللعبة لك ان شاء الله ما بفوت عليك ولا جول امين يا رب العالمين من تمك لباب السماء يا جابي وهي ليكني جاي مشان اعزمك لك ان شاء الله بتتهنى يا سعيد انت زلمة ابن حلال بتستاهل كل شيء امانة برقبتك اذا بدك شيء انا على استعداد ما بتقصر يا جابر ما بتقصر اليوم يومك يا سعيد استلموا بجانتي شرف التعبير اشوفك وعى على بالك بجانتي عماد ايوه بجانتي دير بالك على سعيد ها هذا اماني برقبته نحن ما صدقنا امتى الشمس ترقعنا لا توصي حريص بجانتي ولو انا قده وقدود لا تخليه لا يطلع ولا يفوت ها يقعد ياخذ له سفقه هواء يقوم ياكل هواء لك شو ياكل هواء هلا بطعميه صحن فتي على كيف كيف لا بلاها الفتة فيها حمص not good sometimes
ايه مزبوط. هي نوت جود سايز. خلص خيو لحجب له انا صحنين فول وتنتين سفن على كيف كيفك. روح دامي يا سعيد روح نمشي لنا. تعال يا حبيبي اذا امننا برفرفه غفي بطل الفيلم. تفضل يا مسعود. بس دي لحظه لحظه خليك واقف هون شوي. شوفي هيك للضرورات الامنيه. ما في حدا. فوت. طب وين رحت؟ لك شو عم تعمل؟ لك حمام؟ لك ليش قفلت الباب؟ هيك اضمن الشيء. لك افتح افتح بلشت بيه. لا لا ما بفتح لك قبل المباراة بنص ساعة. شبك انت اماني برقبتي؟ لك عن شو انا مرافقتك؟ استغفر الله العلي العظيم. أماني صعبة. اثنين واحد اثنين. اللي عم بلكي نام هذا؟ عماد؟ لك ايه ايه. لك الواحد ما يعرف. كمل السيكارة. شو بدك؟ لك ما في شيء ما في شيء عم بتطمن عليك بس. عمادو احكي لي عن زمرد. اخ يا ابو سعود بدك احكي لك على زمرد. زمرد هي حياتي. لك زمرد هي الحياة. زمرد هي المعيشة. زمرد هي الامك الامل الامل. لك هي كل شيء. من ناحية الحلاوة بتجنن بتطير العقل. لك مثل القمر. شو مثل القمر؟ قول مثل البدر. بدر ولا قمر؟ قول يعني حلوة. لك أخي جمال ومال وكمال. أخ الحمد لله اطمنا ما نام. أحبني أحبني أحبني. وأهلا شو عندهم؟ يا لطيف شو عندهم؟ عندهم فيلا بيعفور، فيلا بالزبداني، بيت بحمص، لك بيت بحلب، لك وين ما بدك في بيوت. لك عماد؟ عماد شو بنا؟ وعندهم شاليه بلادية، وهي وحيدة يا معلم، ولحق بكرة على. لك عماد؟ ولك عماد؟ لك ايه شبك؟ لسه بتسأل السؤال وبتقاطعني؟ ما بدي جاوبك، ما بدي كمل لك القصة عن زمرد. لك مشان الله يا عماد، قرب موعد المباراة، افتح الباب بقى. لا ولو لا تخاف، أنت بأمانتي. ولك يا حمار، صارت الساعة أكثر من أربعة، لك بدي اتبهدل، بتروح علي المباراة. إيه بلاها لا عيبي، شو مفكرني ريالتي شاطة؟ يا الله شو هالعلاقة؟ ولك ألعيب شو؟ ولك ألعيب شو؟ افتح بقى. لك خلص سكوت انت سكوت. شغلي ما بتفهم فيها. سمعنا سمعنا. الو ايه ابو جانتي. ايه يلا نازل لعندك. ايه ولا يهمك خلاص. يلا يلا. نعم عماد. لك يا عماد لا تروح. لك عماد. لك يا عماد. لك شو هالحمار. هلا انت سعيد يعني اذا تاخرت على المباراة بينتهي مستقبلك كله بيروح. مزبوط ولا لا بجانتي؟ ايه والله مزبوط. نحن ليش انت بهاللحظة هلا سعيد مالك ملك نفسك ابدا. كلنا بنخاف عليك، حتى البلد كلها هلا خايفة عليك، خاصة بهالمرحلة الحاسمة من تاريخ الشعوب العربية بالاستراتيجيات المعاصرة. يا عيني عليك، يا عيني عليك. مزبوط سعيد انتهازي وطني، شو بسموه هي اللي عم يحكي عنه انت؟ مو ايه؟ لأنه هلا المسألة أبدا تماما خرجت من إيده. ايوه ماله علاقة هو ملك الشعب عمي. أبدا. ايوه هلا الجمهور اللي جاي يشجع شو رح يقول؟ سعيد سعيد سعيد. أنا كاتب له لافتة، نط يا سعيد نط. نط يا سعيد نط. النسر جيب الطابة مثل النسر. سوريا 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 سوريا. ولعبة بسيطة للمريخ. ولعبة بسيطة للمريخ. ولعبة بسيطة للمريخ.
شاط وفيها طيب لما بتضيع الطابة لما بتضيع الطابة ولما بتضيع الطابة ولما بتضيع الطابة بنبدلها بالبطيخ بنبدلها بالبطيخ وبنبدلها بالبطيخ بنبدلها بالبطيخ لا تراجع للاستسلام لا تراجع للاستسلام لا 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 العمامي قلبكم اخي هون ما في عراضه غير عراضه قبليله يا بيبل ويا ما والله بناكلكم لا شو تاكلون لا الشباب على كيفك عبضايات حيوا قبليله عم حيوا قبليله اعطينا وحده من عندها ساوي لكم شغله مرتبه يلا يا ابناء شعبنا الابي مو خطبه عراضه اي عراضه نحن بنهجم لا قدام نحن بنهجم لا قدام ولا تراجع للاستسلام لا تراجع للاستسلام نحن بنهجم لا قدام نحن بنهجم لا قدام ولا تراجع للاستسلام لا تراجع للاستسلام ونح 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 نح 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 ونح 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 نح 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 يا بابا تليفون فهمني شو عم بيصير؟ طول بالك والله انت ضايش يا ابو جانتي لك يا عمي ضايش على الفاضي انا لك ما في غيرنا بالملعب انا وياك والشباب لك طلع هيك حواليه حفره نفره ما في حدا هلا بيجوا هلا بيجوا ما تقول الا اجوا كلهم لك امتى بدهم يجوا لك شو ما في لعيبه غيرك ما لهم قرايبين ما لهم اهل لك وين لعيبه وين مدرب وين مدير الفريق وين قرايبين وين اهلهم وين مشجعين طول بالك يعني نحن بيني وبينك اجينا قبل بساعة قلنا هيك انا بحمي شوي وبهيس مع ليش الشباب ليش مباراة مو الساعة 5؟ لا الساعة 6 وليش بتقبل بوقت؟ لك مشان حمي شوي وجهز حالي وظبط اموري وبنهيس مع الشباب شوي قلت لك عفوا استاذ سعيد انا نسيت خبرك انه نحن يعني ما عندنا لا شغلة ولا مشغلة غيرك عرفت كيف في افة هيك بندلنا لك كل يوم من السما فيها مصاري عرفت كيف؟ لك كنا طلعنا 500 ورقة 500 ورقة كنا طلعنا هلا بهالساعتين الله يسامحك اصلا انت عم تعاتبني باهم يوم بحياتي هذا اليوم هو بده يكون كل مستقبل الكروي عن إذنك لحظة يا ابناء شعبنا الأبي مستقبل الكروي في شيء غلط ما عم بفهم ابو ليلى جاهز عيد عيد الاول غلط هي سوا لا بس الكم بلشوا بتبلشوا يلا بلشوا يا واحد اثنين ثلاثة أربعة لهون قديش ربعة 16 فرسخ فرسخ قدامي لا غلط هو ما فرسخ مني سعيد سعيد يا اخد سعديه يا رفقاتي جايين يشجعوني مشان المباراة مباراة أنا مباراة مباراة اليوم هلا بعد شوي تبع
لك شباب ايه ما تأجلت المباراة. والله احمد اخذ اختي شو عم تقول؟ يلا لك يلا عنا تنظيف اعطوا شو ما عليك شو صار سوريا مثل النار ما عليك شو صار سوريا مثل النار وما ما 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 بدل شو هذا صارت جنازة عجبك يا سعيدة فدي علشت الحزينة تفرح ما لا أطلع مطرح واللي ما له حظ لا يتعب ولا يشعى خلص لك سوسو شو بك بحدي فرد بحتي أنا فهمتك الظرف وقلت لك والله العظيم ما كنت بعرف طبعا ما بتعرف لأنك مالك فارد شخصيتك مالك شخصية هون بهذا الملعب خلص وليه سكتي ها زعمة عدي لشوف طيب عليها خلص سوسو عدي سكتي الله لا يوفقك يا سعيد الله لا يوفقك يا سعيد ادعو معي يا سعيد ادعو معي يا سعيد الله لا يوفقك يا سعيد الله لا يوفقك يا سعيد وانا بقول وانت عيد وانا بقول وانت عيد الله 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 يا فرج المصايب روي سعيد روي ولا يهمها هني اول 100 سنه بحياه البني ادم بيكونوا شوي صعبين بعدين اسهل بلفكوا شوي والله معك ايه. يلا ناطرينك خلص ناطرينك بس بدك وينك بس بالله ايوه فهمنا خلاص حبيبتي الله يخلي لي اياك سامحيني والله العظيم ما كنت بعرف ليش مالك مصدقه لك عذر اقبح من ذنبك ما بيقولوا ولسه كل كلمه فيني خلاص يخلص امري الهي شمت فيني اللي بيسوى واللي ما بيسوى يا سعيد لك منيح اللي ما اجت عمتي وعواطف الله لا يسامحك كسرت بخاطري سعاد يا سعاد